سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد تاع ديسان بازا با. اليوم راح نشوفو كيفاش نديرو لاسفير، نوريكم كيكو زاستوس، نوريكم كيفاش نديرو الديكرادي. اللي مازال ما شافش لي كور تاع الديكرادي راح يسيبهم سيغ ماشان. قبل ما نبداو نسجلو ابوني دون لاشان هكذا باش نشرحلكم جديد تاع لي كور بازا با. لاسفير عندها فورم اونت، هاد لافورم هادي باش نخرجوها باش تكون متوازية وتكون مدورة بارفكت. لازم ندخلوها في شكل هندسي، الشكل الهندسي اللي يخرجها هو المربع الكاري، لازم يكون ان كاري مسقم، كاري متوازي كاع الاطراف تاعو. نشتو في الكور تاع الكون هضرنا كيفاش نخرجو ان رون مي يكون اوفال، نخرجوها اوفال هكدا. كي دخلناه في ان ريكتانجل، هذاك الريكتانجل مقسوم محسبلها. نديرلكم طريقة سهلة باش تخرجو لاسفير تاعكم. لو رون هذا باش يخرج لازم كما قلنا لو كاري يكون بارفي. كيفاش نخرجو؟ لازم نحسبلو. انا نفترض بار اكزومبل نحسب بالكريون، هادي وحدة القياس تاعي، ونسيي نعاودها انا نفس الشيء منا. لازم يكون 90 درجة هنا. اون فوا نكمل الكاري تاعي نقسمو. علاش نقسمو بهاد الطريقة؟ يولي هذا هو الصوندر تاع الرون ديالي، لو كاري هو اللي يدخل فيه لي رون. نقسمو هكدا، ما لازمش يكون مايل. بار اكزومبل يكون جهة كبيرة و جهة صغيرة، ومن بعد كي تجي دير لاسفير تاعك يخرج، السيجي تاعك يخرج مايل، يخرج هكدا اوفال، ولا يخرج لك هكذا عريض. ومن بعد نكمل الكاري تاعي، ناخذ الطرف هذا لا ميزور تاعنا توجور، ونعاودها هنايا، نعاودها 4 فوا. ومن بعد سيدي كيفاش ندور يدي باش تخرج لي ان رون. في المي طون تجيكم صعيبة باش تخرجوها، باسكو ماكوش موالفين ديرو. نعطيكم اكزارسيس واحد اخر تقدرو ديروه شاك فوا تكون في الاخر، هي واش دير سيكو تسيي تخدم بهاد الطريقة حتى تسرح يدكم. ومن بعد تولي تقدر دير اون سفار بارفيت بلا ما توشي حتى دير ان كاري مدير والو. مي بخومي طون لازم تبدا افيك كاري باش يدخل فيه لاسفير تاعكم يكون ان رون بارفي. التضليل هو سي لا فاصون كيفاش لا لوميير من راهي تجي. كي تكون عندك لوميير هكذا تجي بهاد الطريقه، لوميير راح تكون هنا، دونك لومبر راح يكون بهاد الطريقه. دونك لومبر تاعنا راح يكون بهذا، هذا هو اللي راح يدخل فيه لومبر. لو رون لي يكون من التحت سي لو ميم اكزارسيس لي درناه في لو كون تاع كيفاش نخرجو قاعدة تاع لو كون هذاك. و بايسي دو فان سو لا سفير تروا فالور، الكلار المويان اي لو بلو فونسي. هكدا باش تسهلو الامور على روحتيكم، باسكو كاين بزاف لي ديغرادي و كان ديرهم كاع سو لا سفير راك راح تبحر. تقدر تخلط بين لي فالور كي تكون تخدم في اسباس صغير كيما هذا، سورتو كي يكون عندو اون فورم اوند. دونك واش نقدر ندير؟ الا جات لا لوميير منا بار اكزومبل راح نقسم لي فالور تاعي بهذه الطريقه، راح تكون هذه كلار شاك فوا لا لوميير راح تنقص بيسك لا فورم لي اوفال، دونك لا فورم لي سفيريك. كل مره راح لهنايا راح يظلام، سي نورمال باسكو لا لوميير
مش راح تقيس لا لوميير هنا. ناخذ بعين الاعتبار هاد المراحل، ندير في راسي باللي كل ما نخدم هنايا سيكو كل ما نروح رايح نزيد الكريون تاعي. Je vais essayer sur un modèle prêt باش تشوفوا طريقة التضليل كيفاش تكون سيغ اون فورم سفيريك. قلنا نبداو افيك ان كريون كلار سي لو 6H بريفيرونس، وناش نعمر كامل لا فورم تاعي، دونك نخلي لا لوميير هنا. ملي نكون نخدم لازم نكس الكريون تاعي، نخدم بلامين تاعو والعرض تاع لامين، اي نخدم لا فورم سفيريك. دونك لازم لا فورم كي يكون نخدم لازم نتبع لا فورم اللي عندي، لازم نخدم هكذا ونجي حابط هكذا راح تمدلك اون فورم بلات. دونك حنا لا حنا نحوسو اون فورم كي تكون بلورون. دونك انا واش ندير، لازم نتبع لا فورم تاعي. لا ميور فاصون سي ندور يدي اي جو كرواز ونخدم نكرواز نسيي ملي يجي توجور ونخافش الى خرجت نقومي معليش انا جيسي دو نخدم و يهمني واش كاين الداخل. نقدر جو دون ان بتي كو دو بانسو ويكون نقي باسكو هذا راهو ديجا فيه بار اكزومبل، راهو خدمنا به ديجا دونك راه فيه. دونك انايا راح نخدم لي جي باش نحي لي طراس لي كره هادوك لي عندي ديجا هكذايا. غير ندير هكذا راهو نحسو بلي بدا يمد اون فورم رونت. بخي ما كملنا لو 6H في لاسفير ندوزو للضل تاعها لا ميم شوز. هنايا سي فوز افي روماركي نخدمو بلا تبعو توجور لون، ندوزو تحتها دونك نقدر نزيدلو ديكرادي بالبانسو هكذايا بو نحي لي كرا ومنها نمشي لو كريون تاعي. كملنا بيك لو 6H جوزو لو HB لو HB لا ميم فاصون، مي كي يكون نخدم هاد الخطرة ندير حسابي ما نلحقش حتى لهنايا. دونك راح نخدم نحبس ابوبري كيما في الديزاين تاعنا هنا، مي واش راح يصرى راح نديكرادي بين هذا وهذا. كي نخدم راح نخدم بهاد لا ميثود بهاد لا فاصون، هادو يدخلوا مع بعضهم، كي يدخلوا مع بعضهم راح يبدلونا لي في تاع لو ديكرادي. لا ميم ميثود سي كي نخدم نخدم لا لين باسكو فلاسفير تاع الصح ما كانش لا لين هادي. لا لين هادي احنا درناها باش نخدمو بها في الحقيقة. كي تكون لوبجي قدامكم ما تلقاوش ايدين هادوك تاع البور، ما كاش هما في المخيله تاعنا اللي يكونوا هاد ليلين هادو، باسكو في الحق هو لوبجي دور. دونك مي حنا نشوفو الحد هذا كيبان انتري اوك هو التري ما كاش. دونك انا واش ندير كي نخدم سي نقتل هذاك الخط اللي يكون يبان نخدم منه ونجبد منخافش نابي شوية على واش كنت ندير باش يبدا يمد لي في تاعو الكريون. قبل ما كملنا سور لاسفير نجوزو سور لومبر دو لاسفير نمي طود من تحتها appuie sur avec le HB mais je donne de l'eau une forme plus ronde. Travaille je suis on marche directement foncé sinon il va le foncé toujours un signe de m'kima hada de la même façon hada après
ils font ça, les mecs, qui voulaient ramener le temps avant leur terre de cela. Donc, il y a des bains clairs. Il y a un moyen clair, on a c'est la lumière. Même après, il y a l'ombre qui est là. On a un modèle qui fait la lumière de réflexion. Quand vous avez les termes techniques, on va dire le plus simple, un début. Quand l'occlusion, quand la réflexion, quand le highlight, quand la lumière ambiante. Donc, on va dire l'impact de lumière, le dégradé. Mais là, quand vous la lumière de réflexion, vous allez vous refléter. Vous allez sur la table, là, le sol, vous allez refléter. Parce que la lumière, fonctionner pas de la façon. Donc après le cas sur les portraits par exemple, il dit avec la lumière de réflexion, donc oui, quand les objets qui prennent la lumière, toujours la lumière, elle se reflète autour ou autour de l'objet. Quand une tebane, quand une des fois, mais tebane qui connaît la lumière naxa ou là, mais tebane je blais. Quand je fais le chemin de taille, quand je fais le zéid, quand je fais le naxa, je directement dans le pinceau, je mets dans la marche en ce moment. لازم نكونترولي الخدمة ونشوف نحبس هكذا نوبسيرفي الدنيا نشوف كيسكو سا دون كي نشوف باللي باغ اكزومبل زدت بزاف ولا باغ اكزومبل دونك لي سيس بي لازم نكونو شوية بريدون سينو يغلبنا باسكو لي فونسي ومن بعد ما نقدروش نفاصيوه باسكو سامبلومون الورقة يتماركا فيها دونك إلا تماركا في الورقة مشكلة باش يتفاصا دونك لازم فريمون نروح بالعقل باش نكونتروليه نبدا نطلع بالعقل ما نروحش ديريكتومون نعمر ندير بلاك هكذا ونحوس نديكرادي نو نبدا نطلع بالعقل ونابويش نخدم بالبوا ديالو دونك كنشوفو في لافوطو عندنا اون ريفليكسيون هنايا دونك حنايا ما نروحش ديريكتومون نعمروها نخليو لا ريفليكسيون هاديك هنا ونخدمو هذا المومبر تاعنا لي بلو فونسي باسكو لا لوميار ماهيش تقيس لهنايا 100% اي تقدرو ديروها بلا كوم ابري اي حنا نزيدو نديرو لا سيكوريتي كيما نقولو نخدم نخلي شوية لوميار ديالي مازال نزيدو نخدمو فيه مي لازم نبلاصيو لو بلو فونسي هنا تاني بلو فونسي هو راهو هنا هاد لازون ومن بعد يبدا يديفوزا يبدا يروح بيسكو لوميار اومبيونت راح تنقص شوية من لومبر ديالو دونك لاستيس هي كيفاش كي نخدم نخلي اون ليجير لين كلار ما نخدمش قدامها ما نلصقش في هاد هاد التري نخدم قدام التري هذاك نهفة صغيرة اللي تمدلنا هذاك ليفي تاع السيباراسيون اللي ما نشوفوهاش ارتستيكمون يديروها نجو نخدم في المينيو و نديكرادي من لي كوتي هنا يخرج ديكرادي دونك انا نخدم في المينيو كون ما نجبد لتحت نقص ولا نطلع لفوق نقص لازم لوبجي تاعي نحسو بوزي سوغ لا طابل ولا سوغ اون سيرفاس بلات اون فوا كملنا افيك لي كريون نخدمو شويه بالليستونتور ليستونتور واش يمدلنا باغ اكزومبل انا حبيت نفونسي هنايا كرازي الخدمه اللي درتها في الاول من غير في الوسط كان نروح الفوقا راح يكحل لي البلاصه دونك انا مانيش حاب يعطيني هذيك ليفي دونك هنا جو ترافاي بلوس لومبر ليستونتور يولي هو اوتي دو ديسان par exemple نحب نديغرادي لي بور تاع لو فونسي لي خدمتو نقدر par exemple avec un pinceau plus douche ندير باش نحي لا لين هادي الساك ندوز هكدا لي يجي لا ميم فاصون هنايا لا ميم شوز فوقا كيف كيف نزيد نكرازي واش خدمت دونك نعاودو نحكمو لو 6H في بلاص لي ستومبور واش يدير نخدمو به بلاص لي ستومبور ماشي راه يحمق لنا مي راه يمد لنا ايفي يغلق لنا لي كرا هادوك باغ اكزومبل دونك نقدر نابيي نورمال مي ما يحمقش ندير به الفينيسيون تاعي ساشون كو مازال كاع ما خدمناش بلاكو باسكو تو سامبلومون درنا حسابنا دي الديبي خلينا لي زون لي نقدرو تقدر تكون فيهم لا لوميير دونك لا غوم كيف كون بو فاير افيك لا غوم لا غوم سي كو كاين ديباسينا بالك شويه اونفا على سي لو بانسو اللي خدمنا به
Parce que le pinceau il creuse, c'est normal. Donc là, on ne cherche pas à faire la précision, on cherche à faire de l'ombre et du dégradé. Allez, on va le finir d'ailleurs. Une petite touche, par exemple. Au moins, normalement, il y a plusieurs crayons. Je vais vous faire trois valeurs. Clair camel, moyen et le plus foncé. Nous pouvons mettre un dégradé juste avec trois crayons. Nous pouvons faire un dégradé. Donc, imaginons que vous avez d'autres crayons. Après, vous vous exercez avec d'autres crayons. Par exemple, le 5H, le 3H, le 2H. Vous avez le B, le 2B, 3B, 4B, 7, le 6B. Vous avez l'air. Donc ça dépend de le modèle qui vous avez. Surtout avec un modèle qui fait par exemple clair, donc vous avez le H ou le fait foncer bzaf, donc vous avez le B bzaf. Voilà, comment vous avez la sphère avec des gradés, comment vous avez l'ombre. Et j'ai dit que vous avez une petite partage avec vos amis, vous abonnez, vous avez un petit peu. On a rendez-vous dans un prochain cours.